أما هلأ مكملين رشا بفقراتنا ورح نروح لحرفة تميزوا فيها بعض الحرفيين السوريين ليواكبوا آخر التطورات العالمية اللي هي حرفة القص والحفر على الخشب بتقنية الليزر. وأكيد اليوم رح نحكي عن هي الحرفة اللي واكبت العديد من الاحتفالات والمناسبات وعن التحضيرات إلى بالأيام الجاية اللي ناطرتنا بالأيام المقبلة، سواء قرب رمضان أو عيد الأم أو عيد المعلم، وحتى هي يمكن منشوفها بأغلب البيوت مثل الزينة وقطع الزينة اللي عم نشوفها الحلوة والناعمة اللي عم نشوفها بأغلب البيوت. رح نحكي أكثر عن هي الحرفة. بصيرنا نرحب بشيخ الكار بمجال القص والحفر بالليزر الأستاذ أحمد عداس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، نهاركم مبارك، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، اشتقنا هيك نرجع نستذكر معك رمضان، يعني رجعنا الأستاذ اليوم هيك للأجواء الرمضانية. كنا برمضان الماضي كمان كنت عم أقول لك إنه الأيام كيف عم تمضى، يعني كنا عم نستعرض الله. كمان يعني زينة رمضان. كل عام بخير مبدئيا، أهلا وسهلا بحضرتك. من السنة الماضية لليوم شو فرق، شو طورتوا، شو اشتغلتوا؟ هلأ نحن بالنسبة إلنا مجال عملنا بالقص والحفر بالليزر بشكل عام، فنحن عم نواكب جميع المواسم. ومثل ما ذكرت قبل شوي إنه هلأ بهاي الشهرين هدول أو الثلاث شهور هي موسم أعياد، سواء كان بموضوع الفالنتاين أو عيد الأم، عيد المعلم، عيد رمضان، عيد الفطر. فهي دائما نحن مواكبين لها العمل هذا. طبعا بالنسبة لزينة رمضان، هي زينة تتبع كمان لشغلات لها معاني تاريخية. يعني لما عم نحكي بفانوس رمضان، زمان كان اسمه الفنار، وسبب ظهور الفانوس من زينة رمضان هو انه كانوا الناس لما يروحوا على صلاة التراويح يحملوا معاهم الفانوس ليرجعوا فيه على بيوتهم ليضووا. طبعا فكان الفانوس هو احد رموز رمضان. طبعا كمان من احد رموز رمضان هو الهلال، لانه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وكمان الشغلات اللي مرمزه لرمضان هو المساجد وصلاه التراويح والاشياء هاي. فطبعا نحن بالنسبه لنا هالرموز هاي كمان عم نحاول انه نحييها ونوجدها، والناس عم تحب انه تقتنيها وتخليها عندها. طبعا بالنسبة لموضوعنا نحن غير قصة الفوانيس وهذا، كمان هلأ اشتغلنا على موضوع اللوحات ثلاثية الأبعاد مثل ما كنتي شايفتيها هلأ. هاي كنا عم نشوفها هلأ. نعم، اللوحات ثلاثية الأبعاد هلأ بلشت النفور فيها. الروزنامة الرمضانية مثل ما شايفين هنيك عنا، فكل هدول يعني عم يعطوا أجواء رمضانية يعني حلوين بالبيت. يعني تماما. كتير حلو القطعة اللي بإيد ليلى، يعني هاي بغرض إدخال السرور للناس بهالفترة هاي. أوله رحمة، أوله رحمة، أوسطه مغفرة. يعني حتى هلأ صارت الناس فعلاً لسه مواكبة هذا الشيء. صحيح أنه مو مثل قبل، مثل ما ذكرت أنه كانوا يستخدموها للفوانيس ويمشوا فيها، هلأ صاروا يستخدموها للزينة ليعطوا هذا الروح ويضل مثل ما قلت يمكن كمان تراث وعادات وتقاليد. خلينا نحكي شوي عن الأشياء الجديدة اللي بتعطي دائماً تنوع لهي الحرفة. هلا دائما الناس بتحب الشغله الجديده. في عندنا مشكله هي عصرنه المهنه، يعني لما انا بدي اطلع فانوس فلازم يكون محافظ على فكره الفانوس، ما بدي ابتعد عنها. ممكن غير الموديل، ممكن غير الفكره، غير القياس، غير التركيب. اما فكره الفانوس بدها تنفك الفانوس. لما بدي احكي انا بسوفينيرا خاصه، سواء كانت ب مثل ما احنا شايفين جوامع معابد، ففيني انا العب على شغله الالوان، شغله القياسات، الموضوع اللي بيتعلق بقى بالاحجام اللي نحن تفرضها علينا البيوت هاي. ودي اليوم مراحل العمل، يمكن نحن نشوف هيك القطعه نقول انه جزء ما بتاخذ كثير وقت، ولكن هي اليوم عم تمرق بمراحل كثير من العمل، ان كان من الحفر، ان كان من القص، ان كان من الكتابه. خلينا نحكي عن هدول المراحل. طبعا نحن يعني حتى يكون عندي نموذج جاهز، نموذج جاهز بده يمرق بمراحل عديده. المرحله الاولى هي الرسم اليدوي، بعد منها الرسم على الكمبيوتر، بعد منها عمليه القص على المكان، بعد منها عمليه التجميع كمان يدويه بتكون. فنحن بالنسبه لنا المكنه هي او الاله هي حيز بسيط من حجم العمل، اما فعليا هي حرفه الاركيد تعتمد على الفن.
على الرسم اليدوي والرسم الكمبيوتر هن الأساس، وبيبقى عنا موضوع التجميع لأنه هو عمل يدوي بالمية مية. قادر شخص واحد يشتغله أستاذ؟ لا أو أكيد لازم يكون ضمن فريق عمل، فريق عمل كامل، كل حدا بيشتغل شيء معين؟ طبعا أكيد. هلأ أنا بالنسبة إلي كقائد فريق عمل مثلا في قسم، مثل ما حكينا أنه في قسم التصميم، قسم التصميم هو عملية النسخ على الكمبيوتر. طبعا عملية الرسم اليدوي ممكن تكون بإيدي أو إيد أحد الرسامين، أو بنتي مثلا بتكون عم تشتغل معنا بموضوع التصميم وهي مستلمة قسم التصميم. بعد منا بيجي عنا عملية القص والقطع بالمكنة، فهذا كمان نحن شغلنا. طبعا كل هذا الحكي بيلزمه فريق عمل. الحرفي طول ما عم يشتغل منفرد فحيتم هاوي للمهنة، أما لما بده يكون منتج بده يكون عم يشتغل ضمن فريق صحيح. عمل. فريق العمل بيعطينا أفكار جديدة، عقلية جديدة، أفاق جديدة للعمل. أنا بحيي الفريق اللي معي وبعتز فيه ككادر موجود. فخورين بهذا النشاط السوري، يعني رغم كل شيء مرق ضليتوا مستمرين. أكيد مرقنا بظروف صعبة ومرقنا بأوضاع الحمد لله هي في طريقة للزوال، ومنتمنى إن شاء الله الخير لبلدنا. آمين يا رب. إذا بدنا نحكي اليوم عن الخبرات اللي لازم يمتلكها فريق العمل، هل في خبرات معينة لهي الحرفة؟ ممكن كل شخص عنده خبرة معينة أو أي شخص ممكن يتعلم هي الحرفة ويشتغلها؟ طبعا هلأ أنا حاكيكي بصفتي شيخ كار مدرب للمهنة، بصفتي شيخ كار مدرب للمهنة في عنا أقسام للمهنة، فلحتى إنسان يكون ملم بالمهنة كاملة أكيد بده يكون أمضى لا يقل عن 4 سنين تدريب عنا لحتى يكون كفؤ لحتى يدير منشأة كاملة. طبعا في بقسم التصميم بنحتاج أحيانا مو يعني بشكل صريح للأوتوكاد، برنامج الأوتوكاد وبرنامج الفوتوشوب. طبعا الاوتوكاد بده بنية هندسية ومعمارية، فكمان يفضل انه يكون من خريجين كلية العمارة هنن الناس اللي بيكونوا كفؤ بهالحكي. بينما على الفوتوشوب بيهمني الناس اللي بتكون شغالة بالفنون الجميلة وهالامور هاي. اما بالنسبة لإدارة المكنات فبتلزم اللغة وبيلزم الخبرة والتدريب، فعمل شاق يعني ما انه متعب شغلة انه كبسنا الزر طلعت القطعة، اكيد لا، فبدها تمرق بمراحل صعبة وبدها تمرق بتدريب معين. نحن بالنسبة لنا بحاضنة الدمار عم نفتح دورات تدريبية وعم نفتح دورات مجانية للناس لحتى تقدر تتعلم، وبهمنا دائما ان العلوم تستمر، خير العلوم ما حضر به طبعا. فلما بدنا نكون نحن حاملين رسالة التعليم فمنرحب بكل ناس حابة تتعلم هالمهنة هاي وتشتغل فيها. ودي اليوم مهم الاستمرارية. اليوم عم نحكي نحن عن حرف سورية خلينا نقول آلاف السنين، جيل بعد جيل سلموا بعضهم مثل ما بنقول يعني، واليوم أكيد أنتم ما عم تبخلوا بهي المعارف وبالتدريب، ولكن اليوم الأشخاص اللي عم بيكونوا بحاضنة الدمار، طبعا تحية للجميع العاملين بالحاضنة، زرناها عن جد شيء بيرفع الراس يعني الله. هذا الإنجاز السوري بجنن، الشغل جوا بجنن، يعني في تعب في إبداع مبين يعني الله. ولكن اليوم هدول الشيوخ الكار أو الشباب صباي اليوم كمان عندنا شيوخ كار بنات كثير ظراف يعني بحاجه للمتابعه. هل انتم عم تتابعوا عم تشوفوا اليوم وقت انت عم تعطي هذا الكورس شو انتج شو اشتغل فيما بعد؟ هلا نحن بالنسبه لموضوع الانتاج او بدي اشوف انا بحق اللي انا عم اشتغل فيه او بعملي، فانا بدي اوجه حتى الناس اللي عم تشتغل انه متانه القطعه هي امر مطلوب، الجماليه هي مطلوبه، فانا بالنسبه لي بعطي توجيهاتي لهالعمل هذا. أما اللي بيفرضه السوق فهذا أمر ثاني. أنا علي أني طلع منتج راقي وحس الناس على أنه تشتغل على المنتج الراقي، ما تكون منتجات شعبية أو منتجات يعني عفوا ما بدي خلي رخص القطعة يغلب على جودتها. فمو معقول أنه أنا أقدم قطعة رخيصة عمرها بضعة ساعات، فهذا الأمر غير مجدي. فأنا بتابع مع الناس وبنصح بس دائما ما لنا غير النصيحة. صار عندهم مشاريع صغيرة اليوم من هذا العمل أكيد. هلا في تجهيزات بتختلف حسب قياس المكنات اللي موجودة اللي بتقدروا تخدمون. ففي ناس مثلا سعت لاقتناء مكنات صغيرة وعم تشتغل على صعيد ضيق بهالموضوع هذا، سواء بالزخرفة تبع الكيك أو الزخرفة لطلاب المدارس أو الشغلات مثل هالنوع. فهي أمور
طبعا حجم المكنة هو اللي بيفرض قياس القطعة عندي. نعم. وبيفرض الكم، يعني أنا بما أني أنتج قطعتين أو ثلاث قطع بعملية واحدة، بما أنتج قطعة كل بتشغيلة واحدة، فهذا الأمر بيلعب دور. نحن بالنسبة لنا رسالتنا كشيوخ كار مدربين وللناس اللي هن معانا بالحرفة، رسالتنا هي أنه السعي لحتى نكون عم ننتج منتج جيد راقي يمثل بلدنا ويمثل حرفتنا. نحن صح المكنات هي جديدة، وإلا نحن حرفتنا زمان كان اسمها حرفة النقاشين يلي نقعد نشتغل بالإزميل والمطرقة ونشتغل بهالمجال. إذا بدنا نحكي عن أكثر الأشياء اللي عليها طلب من قبل الناس اليوم أو اللي عم تنطلب منكم بالسوق هلأ لكل أوان أوانه. طبعا هلأ نحن بموسم رمضان، فزينة رمضان هي اللي غالبة. عيد الأم رح يكون في توجه لهدايا عيد الأم، فكل شيء مطلوب. نحن هون مع الظروف اللي صارت لا زال عدد السكان الموجودين بسوريا يتطلب الكثير في موضوع مواضيع معيشية هي بحاجة، موضوع الزخرفية هي بحاجة، موضوع خلينا نقول الملاطفة أو الهدايا اللي بدنا نقدمها كمان مطلوبة. فلا زال كل شيء مرغوب بالبلد وكل شيء مطلوب، حتى زينة البيوت يعني عم نشوف هاي القطع كتير حلوة. أكيد لما عنا هلأ موسم يعني هلأ، وطبعا طبع الشعب السوري معطاء دائما بيحب الهدية، بيحب يهدي وبيحب ينهدى كمان بنفس الوقت. فهلأ جايين نحن على موسم عيد الأم، مع احترام لكل الأمهات، هي أمر لطيف جدا أنه لما يكون واحد فايت بهدية لعند أمه أو واحدة فايتة بهدية، وحتى الأم عم تكون سعيدة جدا ولو أنه هي بالنسبة إلها ما بدها هالشي هاد، وإلا دائما الهدية بتعطي ابتسامة، بتعطي شعور بالمودة في لها أثر طيب. كيف إذا كانت هاي الهدية مشغولة بأيادي حرفيين سوريين شيوخ تكار، نحن بدنا نعايدكم جميعا بحاضن الدمار، بدنا نتمنى لكم هيك أيام تكون جميلة عليكم. مرقتوا بظروف كتير صعبة، كان في مشاكل كتير، كان في صعوبات كتير، ولكن كنتوا أدى يعني رغم كل الصعوبات شفنا إنجازات على المستوى السوري الدولي. فتحية لجميع فريق حاضن الدمار، نعاد عليكم أستاذ أحمد، مبسطنا بوجودك رمضان كريم هيك سلفا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبلدنا بخير وقائدنا بخير، وربي يعيد علينا ايام سعيده ان شاء الله.